صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميت غاديو. إن شاء الله يوم جمعة مبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أولى حلقتنا من برنامجكم صحة وسلامة في العام 2015، والبداية غتكون مع الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، واليوم في حلقة مفتوحة خاصة لكل تساؤلاتكم اللي عندها علاقة بالتغذية. فمرحبا بكل أسئلتكم كيف ما كانت، فقط تكون ضمن تخصص ديال الأستاذ محمد الحليمي اللي هو عنده علاقة بالتغذية على الأرقام 05 22 46 72 50 51 أو 52. ما تنسوش رقم 50 80 معليكم إلا تكتبوا كلمة صحة SHA كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بالسؤال ديالكم في رسالة قصيرة SMS للرقم 50 80، وكنذكركم على أنه ثمن SMS هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. فمباشرة غادي نمشيو عند أستاذ محمد الحليمي. إن شاء الله كل عام وانت بألف خير، عواشرك مبروكة أستاذ محمد الحليمي، ويوم جمعة مبارك إن شاء الله. أختي عفاف، وتحية لفريق العمل وتحية لعائلة مد راديو ومناسبة المولد النبوي. كنقول لهم إن شاء الله عواشكم مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله، ونهاية أسبوع موفقة وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد الحليمي. تعرف أنا عارفة بزاف ديال المستمعين الكرام كيف فرحوا ملي كنقولوا حلقة مفتوحة مع الأستاذ محمد الحليمي، فكيقولوا يا الله وأخيرا فرصة. يعني كل ما كنعرفوا على أنه المسألة ديال التغذية راها شي حاجة يومية أستاذ الحليمي، بزاف ديال الناس كيبقوا عندهم تساؤلات اللي هي كثيرة، فكاين الناس اللي ربما ملي كنخصوا حلقة الموضوع أو كذا الحمد لله كتكون الاستفادة وكيعترفوا بهذه المسألة، ولكن ما كنشفيوش الغالي ديالهم بحال ملي كنديروا حلقة مفتوحة، فكيعجبهم الحال بزاف. فكنتوقعوا ان شاء الله اليوم الكثير من الاسئله. اكيد هذه المساله متبادله، حنا ما كنقولوش للاسف، ولكن ما كنقدروش نوصلوا حتى المعلومات بزاف لضيق الوقت، ولكن المختصر المفيد هو اللي كنعتمدوا عليه هنا. اكيد، وهذا الشيء علاش درنا فرصه ديال حلقه مفتوحه الحمد لله في كل التخصصات اللي ديال طبعا الاطباء والمتخصصين اللي كيكونوا حاضرين معنا من خلال برنامج الصحه وسلامه. فاليوم كيف ما قلنا ارقامنا مفتوحه 05 22 46 72 50 51 أو 52. رقم 50 80 كتكتبوا فقط في أول SMS اللي غادي تبعتوا به كلمة صحة، كتخليوا فراغ صغير وكتبعتوا بسؤال ديالكم للرقم 50 80. أستاذ محمد الحليمي عودتينا على أنه في الحلقات المفتوحة فإحنا غادي نستقبلوا المكالمة ديال المستمعين الكرام ونجاوبوا إن شاء الله على كل تساؤلاتهم، ولكن دائما معلومات جديدة كنكتشفوها معك في كل حلقة مفتوحة وفي كل حلقات صراحة. فاليوم إن شاء الله شنو النقطة اللي تبغي تركز عليها المستمعين الكرام كبداية قبل ما نبداو التواصل معهم، وشنو المعلومة اللي غادي ناخذوا منك في الحلقة ديال اليوم؟ نعم، اولا بالنسبه لما نتحدث عن علم التغذيه، وكما قلنا علم التغذيه هو بحر. اكيد بحر، وغير الانسان خصو كما كنقولوا خصو يعرف يعوم فيه. لحقاش بعض المرات كنسمعوا شي نصائح للاسف انها لا تمت بصله الى النظام الغذائي المغربي. لما نتحدث عن التغذيه والحياه بصفه عامه، انا بغيت نعطي للمستمعين واحد الاشاره. الانسان الا بغينا نجسدوا الصحه ديال الانسان، غنجسدوها في واحد المنزل عنده واحد الباب كما كنقولوا حنا المغاربة ديال جوج جهات. المفتاح اولا المفتاح في يدك، معناته الثالوث ديال داك الصحة ديالك ودال ديالك داك المنزل في يدك نتايا، غير عندك مفاتيح اخرى. واش قادر انك ربما كيكون داك شيء ارادي او لا ارادي، مهم انك خاصك تلقى المفتاح ديال داك المنزل. والجهة الاولى ديال الباب هي التغذية، والجهة الثانية ديال الباب هي القلق والعصبية. ألوغ للأسف أن الإنسان لم يخلق ولم يبرمج على القلق المزمن. للأسف اليوم كنلاحظوا واحد القلق المزمن. ألوغ علاقة بالقلق، أنا بغيت نعطي المستمعين ونتقاسموا بعض المعلومات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قديم الزمان لما كتقرب الصلاة شنو كيقول؟ كيقول البلال، كيقول له أرحنا بها يا بلال. شنو هي الصلاة؟ واخا الو غادي بالمناسبه ان شاء الله ديال المولد النبوي غادي نعطيو بعض الاشارات في الحلقه ديال اليوم والحلقه المقبله على النبي صلى الله عليه وسلم. الو كان كيقول للبلال ارحنا بها يا بلال. حنا للاسف اليوم ولينا كنلاحظوا بعض الاخوان الصلاه للاسف واتاسف انهم كيعتبروها عبء ماشي راحه، مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى، وكان كيقول أريحنا بها يا بلال. علاش؟ هذا هو الهدف، وهذه هي النقطه اللي غادي نشيروا لها في هذه الحلقه. انا اليوم في بعض الدول ولات موضه اليوغا. اليوم كل شيء كيتحدث على اليوغا، وتفحنا في المغرب اليوم ممكن ندير اليوغا خارج او خارج الصالات فعلا، ولكن انا علاش جبت اليوغا بالخصوص؟ لان يعني بعض الناس اليوم كيمشيو يتجهوا لليوغا. بالنسبه للمجتمع الغربي غير المسلم ممكن تصلح له اليوغا، واخا
ولكن احنا عندنا ما احسن من اليوغا هي الصلاه. الوغ علاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ارحنا بها يا بلال؟ ارحنا بها يا بلال معناها تراحه راحه لما كتصلي كترتاح. الوغ هادشي اللي ما عارفينش الناس. بالنسبه للصلاه الانسان في الحياه اليوميه ديالو يتعرض الى مواقف، مواقف استفزازيه، مواقف ديال القلق مثلا في السياقه ديالو ولا في العمل ديالو، يستفز الانسان من طبعه يستفز. لما هات الاستفزاز هذا كيولد عندك واحد لاشارج بالجسم ديالك، واحد الشحنات. هاد اولا الشحنات هي شحنات هي عباره عن حراره في الجسم ديالك سالبه زائد الادرينالين اللي كيبقى طالع. الادرينالين كيبقى طالع هاد الهرمون اللي هو هرمون كنسميوه حنايا هرمون الكر والفر، وكيخلي الانسان الكورتيزون والادرينالين ديما طالعين. شنو كيديروا؟ كيولي عمل القلب، عمل القلب باستمرار، عمل الاعضاء، وكيولي اجهاد لين لعضله القلب. الوغ لما كتجي الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال، اولا ما يسبق الصلاه شنو هي؟ هي الوضوء. لماذا نتوضا؟ خصنا يعرفوا، لان لما كنجيو الاطفال ديالنا خصنا نعطيهم نصائح، ما نقول لهمش قوس قزح وعباد عباد ولا عباد الشمس. هذو مصطلحات خاطئه خصنا نردوا لهم البال. اساتذه اللغه العربيه خصهم يردوا لهذه الاشياء البال. راه ما كنقولوش عباد الشمس، كنقولوا دوار الشمس، لان العبوديه لله سبحانه وتعالى. وما كنقولوش قوس قزح، لان قزح كان اله. هادشي اللي خصنا نعرفوا، هادشي اللي خصنا نعطيو للاطفال ديالنا. هادشي هذا الا ما كانش الانسان عارف خصو يمشي يقرا في المجال الديني باش يعرف نوصلوا للاطفال. ما نقولولهمش هاد المصطلحات، لان مصطلحات خارجه عن التوجه ديالنا اللي هو التوجه الاسلامي. لان كنقولوا طلبوا العلم ولو في الصين، ماشي الفكر. الرسول عليه السلام طلبوا العلم، معناتها كنجيبوا العلم وكنستغلوه في المجال الفكري ديالنا كحنا كشعب مسلم. لما نتحدث عن الصلاه والوضوء، الوغ الوضوء يسبق الصلاه. لماذا نتوضا؟ الوغ الاطراف اللي كنغسلوها في الوضوء معروفه. جسم الانسان يتعرض للاستفزازات، قلت انا هذا بالنسبه للقلب. كذلك عندنا اليوم كاينين شبكات ديال التواصل اللاسلكي، وكل شيء اليوم عنده الهاتف، كاين اللي عنده ثلاثه وكاين اللي عنده اربعه ديال الهواتف. الوغ لا 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 هاد الا بغينا نقولوا الاشياء اللي كاينه في هاد الهواتف وهاد الا بغينا نقولوا هاد لي ريزو اللي كاينين دابا عندهم تاثير على جسم الانسان. ولكن لما كيكون في الدول الغربيه كيكون تاثير. حنا المغاربه ممكن نحيدوا هاد التاثير هذا. باش الجسم ديالنا هو مزود بواحد العضو اللي هو اكبر عضو سميتو الجلد. الوغ الجلد هو للاسف اليوم الغرب كيخدم هذه الاشياء هذه. الغرب وواحد العالم سميتو فاراداي صوب واحد الكاج كيتسمى كاج ديال فاراداي. الوغ شنو هو؟ يشبه تماما الجلد. علاش؟ باش كيكون عازل وما كتدخلوش هاد الشحنات هذه. جسم الانسان كذلك هو عازل، عازلين، عازل هاد العوامل الخارجيه. ولكن خصنا نعاونوه. باش نعاونوه؟ اولا بالنظافه. الوغ حنا كننظفوا الجسم ديالنا باش كنبغيو نصليو. لما كنصليو حركه الركوع وحركه السجود هذه مهمه جدا. لما كتكون في حركه الركوع احنا عندنا الكولون فيرتيبرال العمود الفقري. اسمه العمود الفقري لان فيه فقرات. لما الانسان كيدير حركه الركوع هذاك، لان شنو هو الكارتيلاج؟ الماده الغضروفيه هي عباره عن التقاء العظم بالعظم. لما كتقوم بداك عمليه الركوع كيبعد العظم على العظم وكيخلي الكارتيلاج ترتاح. هاد الحركه كيديروها في اليوغا، ولا لاحظتوا بعض الاساتذه اليوغا اجانب كيديروا نفس الحركه ديال الصلاه. حنا عندنا الصلاه. الوغ هذه حركه الركوع. عاد زائد بعض العضلات تشتغل فقط، اقول فقط في الصلاه، فقط في الصلاه. نجيو لمساله السجود، لان هذا موضوع كبير ولكن كنعطي باختصار. مساله السجود، مساله السجود لما الانسان كيسجد كيسجد على الجبهه ديالو. الوغ عندك في الجسم ديالك اولا لما كنتوضا وكنغسلوا وجهنا، ومن ضمن اللي كنغسلوا الجبهات ديالنا واليد ديالنا باش نحطوه على الارض. علاش؟ لان الجسم فيه شحنات سالبه، الارض فيها شحنات موجبه. وعاده الشحنات ولا الماء، مثلا الا شدينا واحد الكاس ديال الماء وخويناه فوق الارض، ذاك الماء كياخذ اكبر مساحه. الوغ المساحه اللي كاينه في الارض والمساحه اللي كاينه في الجبهه ديال الانسان، المساحه ديال الارض اكثر من المساحه ديال الجبهه ديال الانسان. معناته ان ذاك لاشارج كتقلب على المساحه الكبيره. معناته لما كتصلي لاشارج كلها انسان جسم كيرتاح، الوغ القلب كيرتاح، قلنا العظم كيرتاح، العضله كترتاح. وهذا الشيء علاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقول ارحنا بها يا بلال. والوضوء علاش جا؟
باش نحيدوا داك الاوساخ باش يكون النسبه والمردوديه ديال لا شارج اللي كنحيدوا من الجسم ديالنا تكون مردوديه جيده. وهذه هي الرحمه وهذه هي العلم. وربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. وفي الصلاه ديالنا للانسان بعض المره بعض الاشخاص للاسف كيعتبروها عبء. وإذا كنتي كتصلي الصلوات المفروضه عليك مستحيل يكون عندك امراض وخاصه امراض ديال الروماتيزم امراض ديال هشاشه العظام اللي كاينه دابا. لان للاسف كلشي كيتحدث على هشاشه العظام. نعم. كلشي كيهضر على النصف ديال المشكل. نص النصف الثاني اللي هو العضله حتى واحد ما كيهضر عليه. لان العظم هو عضله هو كولاجين وعاد الكميه ديال المكونات ديال العظم اللي كنتحدثوا عليها. وهذه هي الرحمه والعلم اللي هضر عليها الله سبحانه وتعالى واللي هضر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. تبارك الله عليك استاذ محمد الحليمي دائما كتذكرنا بزوج الرحمه والعلم في كل حلقه. فاحنا ان شاء الله مازال غادي نرجعوا لعندك وفي حلقه مفتوحه غادي نستقبلوا المكالمات ديال المستمعين الكرام في كل تساؤلاتهم اللي عندها علاقه بالتغذيه. وارقامنا دائما مفتوحه 05 22 46 72 50 51 او 52 رقم 50 80. كتكتبوا فقط كلمه صحه كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. فاصل اعلاني وراجعين خليكم معي. اهلا وسهلا ومن جديد كنرحبوا بكل اوفيائنا في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه على ميد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. اليوم موعدنا مع الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه في حلقه مفتوحه خاصه بكل تساؤلاتكم. فمرحبا بكم معنا. غادي نشوف اول مكالمه نتواصلوا مع فاطمه على الخط معنا من الصويره. فاطمه اذا سمحتي اول حاجه فاطمه الراديو اللي حداك طفيه ولا بعدي عليه رجاء. انا دائما كنقول هذا رجاء وطالب لكل المستمعين الكرام لما تكونوا كتواصلوا معنا سمعونا من تليفون ماشي من راديو لانه كنزعجوا الاسماع الوفيه والمستمعين الكرام اللي كيسمعوا لينا. مرحبا بك فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. عافاك بغيت نسول الدكتور. نعم. دابا عندي نشوف هي في الجسم بعد التغذيه ديال اللي خصني نستعمل مرض كيتسمى غوجوغرين. اييه. والصهده اللي كتجي من بعد سيل الامل. سيل الامل. المهم هادشي هذه هي التساؤلات ديالي. واخا نجاوب على سؤالك. غير فاطمه شحال في العمر ديالك؟ عندي 46 سنه دابا. 46 سنه. واخا قول لي بالنسبه للمتلازمات جوغرين المرض ديال النشوفيه كديري تحليلات متبعه عند اخصائي ولا لا؟ متبعه معاه. دابا بغيت غير نشوف الا كاين شي حاجه من ندير انا من غير الدواء اللي كيعطاني. واحد الدواء كنجيبو من برا. أيه؟ واحد الفانيده وحده كناكلها ناخذها في النهار. واخا ودابا الحمد لله الاعراض ما بقاتش عندك كتبان مثلا المشكل ديال الفم ديالك. باقي عندي داكشي باقي عندي سميتو شي حاجه قليله ماشي زعما. دابا متبعه 4 شهور باش متبعه مع الدكتور. نعم. العينين ديالك حتى هما ما فيهمش الدموع ناشفين؟ لا ناشفين عيني هما اللي مأثرين عليا. واخا واضح واضح. فاطمه نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله دعواتنا لك بالشفاء العاجل والقريب. شكرا لك فاطمه كنتي معنا من الصويره. في احدى الحلقات من برنامج صحه وسلامه كنا تطرقنا وتحديدا مع التخصص ديال الطب الباطني الدكتور مصطفى الودغيري كنحيوه بالمناسبه. كنا يعني تطرقنا الموضوع ديال متلازمات جوغرين هو المرض ديال النشوفيه كيقيس الفم كيقيس العينين الجلد. يعني فعلا الناس عندهم علامات واعراض اللي كتخليهم ما مرتاحينش نهائيا. والاستاذ محمد الحليمي هذا المرض يعني على حسب ما كنشرح لنا الاخصائي هو كيدخل ضمن امراض المناعه الذاتيه. فهنا شنو كيخصو؟ كيخصو متابعه انه الانسان ماشي كاين فقط واحد الدواء اللي هو سحري ولا علاج واحد غياخذه ما غيبقى فيه حتى شي حاجه وانما كيخصو تبقى المتابعه مع الاخصائي ودائما كتكون ادويه ودائما كتكون علاجات فما خصوش يجلس عليه نهائيا. فدابا كتسول فاطمه استاذ محمد الحليمي على التغذيه اللي تقدر تساعدها بالاضافه للدواء اللي كتاخذ. نعم. هو للاسف ان وبعض الناس كيعتقدوا ان السرطان هو اخطر الامراض. دابا راه اخطر الامراض هي الامراض المناعيه. شنو معنى المرض المناعي؟ هو ان الجسم ديالك كيهاجم نفسه. والعديد من الامراض اللي كاينه دابا هي امراض مناعيه وهذا هو اللي ولينا كنخافوا منه دابا. الوغ لا 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 بالنسبه كنصيحه غنعطيها انا للناس كاملين اللي عندهم واحد عندهم امراض خاص ضروري المساعده بالنظام الغذائي. علاش؟ لان الا كان عندك واحد المرض وكتداوي عليه وعندك واحد التريتمون مستحيل ان هذا كما قلنا مستحيل ان هذا التريتمون هذا يكون واحد العمل ديالو جيد وانت كتاخذ سموم. مستحيل. لان باش كما كنقولوا حنايا باش نحبسوا باش مثلا عندنا واحد الفويت في المنزل ديالنا عندنا واحد الفويت مثلا ديال الماء شنو اول حاجه كيجي مثلا البلومبي باش يصاوب لنا الماء اول حاجه كيدير شنو كيدير كيمشي لذاك روبيني داري ذاك روبيني ديال الدار كامله وكيسدو باش يصاوب ذاك الفويت. هذا هو الجسم ديالنا. الجسم ديالنا الا بغيتي تعطيه واحد العلاج
وحنا نركز على الوقايه ثم العلاج. الا بغيتي تركز على العلاج، اولا خاصك تحبس السموم اللي كتدخل للجسم ديالك اول حاجه، لان الامراض المناعيه فيها الوراثه، فيها العديد من الاشياء وفيها نمط العيش. الوغ لماذا اصبحت الامراض وراثيه في هذا العصر هذا؟ للاسف شنو المشكل؟ هو اننا نزيد من احتمال الوراثه في الاجيال المقبله. بهذا النظام ديالنا كنزيدوا احتمال الوراثه، لان كاين بعض الاطفال كيتزادوا بواحد العضو اللي هو عضو كيكون حساس، وبالتالي كتولي عندنا امراض. لما نتحدث عن جميع الامراض قلت انا خاصنا نحبسوا المشكل، هو نعطيو السموم للجسم ديالنا. شنو هي السموم؟ كل ما يؤكل الان في ظل هاد الثوره الصناعيه اللي كاينه دابا، وللاسف هذه ماشي اغنيه، ليست باغنيه. لما نتحدث عن احنا غادي نوسعوا المجال شويه ونهضروا على الديزيدغاتاسيون، على الاجتفاف بصفه عامه. الوغ الاجتفاف كاين بعض الناس اللي عندهم امراض ومن ضمن هاد الامراض المناعيه، ولما كنهضروا معاهم ولما كنديروا معاهم سكون ابير حنا لونكيت اليمونتير، كنلقاو بان هذا الشخص هذا وخاصه في هذا الفصل ديال البرد راه حرام انك ما تعطيش. كاين اشخاص اللي كيقول لك انا كنشرب كاس ديال الماء في النهار، هذا راه حرام. الوغ بحال واحد السياره وصلت عندك تقريبا 120 درجه الحراره وما عندكش الماء، الوغ كلشي كيعرف شنو غادي يوقع. هكاك الجسم ديالك محتاج ماء، وماشي مساله ديال وجعلنا من الماء كل شيء حي، لان وجعلنا من الماء كل شيء حي قلنا في حلقات ماضيه، قلنا العلاقه التركيبه البلوريه بعيده كل البعد على الناس اللي كيقولوا لان وجعلنا من الماء كل شيء حي، جات في آية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني بداية الآية بالكفر ونهاية بالإيمان. والماء واحد العنصر لي بسيط جدا، انسان كياخذ ماء بسيط جدا. علاش؟ لان كي كنقولوا حنايا لا الفتره ديال الشتاء لا ديال البرد لا ما غاديش ناخذ هذا الماء، الو غادي يكون عندي واحد بالعكس، لان لا الماء ولا الاحساس بالبروده. لان مثلا غير البرتقال كاين في هذا الفصل هذا، علاش؟ لان عنده واحد الهدف. وبالتالي عفاكم الناس اللي عندهم ماشي غير هذه الامراض هذه، الناس اللي عندهم ديزيدغاتاسيون كامله، عاونوا عفاكم حبسوا السموم. ومن هذه الاخت اللي تحدثات حبسي عفاك السموم. شنو هي السموم ديال الجسم ديالك؟ خلي ما هو صناعي ورجع لما هو طبيعي. طبيعي كاين في المغرب، لان لما كنقولوا هذه الجمله حنا كيصعب علينا الامر الا كان شي واحد مثلا عايش في اوروبا ولا عايش في امريكا. اما لما نتحدث عن هذه النقطه ديال الارض المباركه، هذا بلد المغرب، لما كنقولوا ديروا النظام الغذائي كيعرفوا هنا المغاربه شنو كيديروا النظام الغذائي، نظام البقوله، القزبر، المعدنوس، القطاني. السموم دابا السموم كلها باش كتحيد بواحد الماده. فين كاينه في القطاني سميتها الموليبدينيوم. الوغ القطاني كلها فيها ماده تسمى الموليبدينيوم، ومواد طبيعيه تحفز، لان جسمك هو جسم عمل انزيمي باش كيخدم الفيتامينات والاملاح المعدنيه التي تحفز الانزيمات. ومنها كلشي معروف الاس او دي السوبر اوكسيد ديسميتايز، هذا الانزيم هذا الا عندك ناقص فيه عندك جميع المشاكل. وبالتالي النظام الغذائي، شرب الماء في البساطه، ولا عندك مرض عدل النظام الغذائي ديالك باش تكون وقايه من الكومبليكاسيون، من المضاعفات، وتقدر يكون ترجع للجسم. لان الجسم ديالنا احنا ملخص ثلاثه الحوايج انا دائما كنقولها: عندك خليه، لان القلب ولا الكبد ولا الكليه ولا الجلد هي اخر المطاف، هي خليه. عندك خليه، عندك دوره دمويه، وعندك جهاز لنفاوي يعني سيستم لنفاتيك. الوغ الا كانت الخليه كتاخذ طاقه يعني طاقه نظيفه، وعندك الدم ما فيش حموضه، وعندك جهاز لنفاوي يعني ليليميناسيون، فين كاينه في الامعاء، عندك امعاء جيده، وهذا الامعاء راه هو الجهاز العصبي ثاني، لان كاين دراسات حديثه تؤكد ان الامعاء تتحكم في الجهاز العصبي. الوغ كاين الامعاء، كاين لي بومون اللي هما عفوا الرئتين، كاين الجلد، وانا قلت الجلد هي الكليه الثالثه، وكاين الكليتين. الوغ الا كان عندك جهاز لنفاوي كيدريني مزيان، كيخرج السموم مزيان، غادي يكون عندك جسم. ولما كترجع الجسم للتوازن داكشي كيخدم بدون اراده، ماشي ضروري، لان احنا للاسف شنو درنا؟ ولينا جهاز مثلا الجهاز الهضمي
جهاز مثلا العظم فصلنا الامور. الجسم لا ما خصوش يتفصل، الجسم خصو يبقى في الهوميوستازي ديالو، خصو يبقى في التوازن ديالو. والا رجعتي النظام الغذائي ديالو صبر شي شويه، لان ضروري خاصة الجسم كيريكوبيري شي شويه، واكيد هاد الامراض المناعيه غادي تنقاس، ومن هاد الامراض هاديه وناخذ الماء بشكل جيد، وغادي تكون عندنا الامور مزيانه. مي فاش كنستمروا في اعطاء السموم هنا كيكون الخطر. نعم نعم. من بعد فاطمه من الصويره هاد المره معنا ناجيه على الخط من مراكش. صباح الخير ناجية. صباح الخير. صباح الخير. هذا هشام، معنا هشام من مراكش. إيه. أهلا بك هشام، مرحبا بك. صباح الصحة والعافية والسلامة والرحمة والمغفرة. يا رب يا رب أمين. وتحية خاصة وغالية للأستاذ الحليمي. شكرا. والإذاعة الإذاعة المشكورة والمحبوبة علينا من الراديو. شكرا لك هشام. هي تيخص السؤال ديالي بحالة ديال واحد الأم ديالي. أيه. الأم ديالي أنه كتعاني من حرقة المعدة. هو التهاب. ومتابعة ديال واحد البروفيسورة واحد يمكن واحد 4 سنين هذا، ولكن واحد الميكروب ما عرفتش منين كيجي زعما، مازال ما عرفوش زعما الاصل ديال هذاك الميكروب اللي كيجيب لي هذيك الحرقه وهذاك الصداع وهذاك الشيء. كاينين غير ادويه كيخففوا، ولكن واخا الريجيم واخا داك الشيء اللي كاين هو اللي كاين. هذاك سؤال. و بين نقول تا سؤال اخر ديال زعما شي تغذيه او شي حاجه اللي يمكن الناس اللي كيضر لهم زعما النفران ديال المعده من وكيعانيو من هادشي ديال القطنيات ديال الحوامض وكيعانيو منه بزاف، الا خدوا واحد الكميه صغيره كيعانيو منه بزاف. اللي يمكن كيديروا زعما يعوضوا، ولا اش طريقه زعما المثلى اللي يمكن ياخذوا بها القطنيات زعما. واخا واضح هشام، شكرا اللي كنتي معنا من مراكش. فاذا وصل الحليمي نبداو باول سؤال بالنسبه للام ديالو، قال حرقه المعده، شخصها ربما الطبيب اللي هو متابع الحاله ديالها على انها التهاب، ومن بعد قال هشام على انه ميكروب اللي ما عرفوش الاصل ديالو منين كيجي هو اللي كيتسبب ليها في ذاك المشكل ديال الحرقه. وسول كذلك كان سؤال ثاني بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل عموما على مستوى الجهاز الهضمي، تناول ديالهم القطنيه والحوامض، الا زولوها من نظامهم الغذائي بالمره ما بقاوش كيتناولوها باش يقدروا يعوضوها، او لكن شي طريقه اللي هي سهله مثلا في الطهي وكذا وتخليهم ياخذوها ويتناولوها بدون ما يكون عندها اثار جانبيه من بعد. انا لما غنتحدث على السؤال الاول باش نجاوبوا الاخ بشكل مباشر، وباش اومام طون نهضروا مع الناس اللي مازال عندهم جهاز هضمي اللي هو جيد. الو بالنسبه للناس اللي عندهم قرحه المعده، وكنا هضرنا في الحلقه ديال قرحه المعده وكنا قلنا كاين واحد المشكل عندنا حنايا، واحد 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 الجرثومه كتكون في المعده سميتها الجرثومه الحلزونيه ليكوباكتير بيلوري. الو هاد الجرثومه هو التوازن ديالها شنو، دائما حنا نتحدث عن التوازن وخلل التوازن، لان الصحه هي توازن والمرض هو خلل في التوازن. الو التوازن شنو هو؟ هو ان النسبه ديال هاد ليكوباكتير بيلوري كتكون واحد النسبه محدده في النسبه ديال الجسم ديالنا، بحال النسبه ديال السكر، بحال نسبه الكوليسترول، بحال نسبه الحموضه، يعني هذا هو التوازن. خلل التوازن شنو هو؟ هو ان الجدار ديال المعده كيتقاس. لما كيكون تورم ولما كيكون مثلا انفلاماسيون نيفو ديال لي باغوا ديال ليستوما ديال المعده، شنو كيوقع؟ هاد الجرثومة الحلزونية كتهاجم هذاك الجانب ديال المعدة. الوغ هذاك الجانب وهذا المشكل اللي كيوقع لنا باش كيوقع لنا؟ هذا هو السؤال المطروح، باش كيوقع لنا؟ كيوقع لنا بأن الإنسان ما كيحترمش آداب الأكل. شنو هي آداب الأكل؟ كل إنسان اللي ديما كياكل واقف، كل إنسان اللي ديما كيشرب واقف، كل إنسان اللي ما كيقولش بسم الله. الوغ هاد الأشياء عافاكم راه اشياء مهمه، راه الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عليها وعطانا القدوه وكان كيديرها هو، راه ماشي عبات. هادو هما الاشياء. للاسف اننا المعلومات ولات كتجينا من الغرب مع العلم. انا كنقول اقولها واكررها، راه جوائز نوبل اللي تخادت، جوائز نوبل اللي تخادت، راه القران يفسرها في اقل من 5 دقائق،
وإلا كانت الفرصة غادي نتحدثوا على هذه الجوائز كاملة وغنقولوا فين كاينة في القرآن باش نحسموا في هذه المسائل هذه. ألوغ لما نتحدث عن آداب الأكل، آداب الأكل مهمة جدا. علاش؟ لأن المعدة ديالك دايرة على حرف الجي، دايرة بحال قرعة سلاوية بهذا المفهوم هذا. المعدة ديالنا دايرة بحال قرعة سلاوية. ألوغ لما كتكون في وضعية ديال الجلوس هي وضعية ديال الراحة ديال المعدة ديالك. أولا الجريلين ما غاديش تطلع بزاف، معناتها ما غاديش تاكل بزاف. ثاني حاجة غادي تاكل في الوضعية وضعية صحية. الناس كياكلوا واقفين كيوقعوا اصطدامات على مستوى جدار المعدة. ألوغ سنة سنتين ثلاثة سنوات 15 20 سنة جسم يقاوم. لما كنوصلوا 30 سنة واللي من المفروض أن الإنسان يكون في المردود ديالو مع وليداته مع العائلة ديالو مع البلد ديالو باش يكون واحد المردود جيد، هنا كيظهروا الأمراض. وللأسف هذه هي المرحلة اللي احنا كنحتاجوا فيها الشاب أنا. ومرحلة 30 و 40 هي مرحلة الرشد، هي اللي مرحلة الربعينات هي المرحلة اللي نزل فيها القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. معناتها أن الإنسان كيوصل لسن الرشد وبالتالي كتولي واحد الحكمة كيولي كنلقاو هذا الشخص مريض. وبالتالي هذا نتأسف. ألوغ عزكم آداب الأكل إن شاء الله إذا كانت فرصة غادي نتحدثوا عليها. ديروا دخلوا الشبكة العنكبوتية وديروا آداب الأكل، شوفوا شريوا كتب فيها آداب الأكل وغادي تشوفوا بأن نحن وبعض الناس بعيدين كل بعد عن آداب الأكل. لما نبعد فقط حاجة من آداب الأكل كيوليو عندنا الأمراض ومنها أمراض الجهاز الهضمي. لما نتحدث عن السؤال الثاني بالنسبة للأخ، احنا عندنا واحد الحاجز في الجسم ديالنا سميتو حاجز الحياة. شنو هو حاجز الحياة؟ فعلا هو حاجز الحياة. علاش؟ انا هذه تسمية شخصية، انا سميتو حاجز الحياة. علاش؟ لانه هو الحاجز الفاصل بين العالم الخارجي والعالم الداخلي ديالك. ما هو خارجي وما هو فيزيولوجي الداخل. لان علاش؟ لان الغذاء لما كيوصل المعدة والبروتينات كيهضمها البيبسين وكتدخل حمض الكلوريدريك وكتوصل للعصارة ديال المرارة، هادشي كامل نستعد لإعطاء العناصر الدقيقة. مثلا البروتينات باش تولي أحماض أمينية، الدهنيات باش تولي أحماض دهنية، السكريات باش تولي جلوكوز. هادشي كامل يشتغل مع من؟ يشتغل مع الأمعاء باش نوصلوا لهم واحد العنصر صغير اللي هو قادر الامتصاص ديالو. هاد الأمعاء هادية عندنا فيها واحد المجتمع وأنا أحترمه سميته مجتمع البكتيريا الصديقة. نظام العيش ديال القرن الواحد والعشرين هو نظام مدمر للبكتيريا الصديقة. باش كندمره بالبكتيريا الصديقة؟ أول حاجة بالولادة القيصرية، هنا كندمر أولا البكتيريا الصديقة. باش كنزيدوا نأكدوا على أن الخطورة وكنزيدوا نعقدوا المشكل بالرضاعة الصناعية، كتولي عندنا المشكل أكبر. ومن كنوصلوا لديفيرسيفيكاسيون كيولي الإنسان كياخد الأكل ديالو كندمروها بالأغذية اللي كاينة دابا، الألمنيوم، الكادميوم، الرصاص، ليزاكريلاميد اللي كاينين في المقليات، البيروكسيدات اللي كاينة في المقليات، الميلانويدات اللي كاينة في الحلويات، الفطالات اللي كاينين في البلاستيك، الاسبارتام، الساكارين، السوربيتول، ليزاديتيف، هادشي كامل كيولي عندنا سموم، السكر، الملح، كنزيدوا هاد الأشياء كيولي حياتك كلها معاناة ديال الجسم ديالك. أكيد غدا ولا بعد غدا غادي يعطيك ردة فعل. وبالتالي باش نرجعوا التوازن، تفكروا الخلية جهاز لمفاوي والدم، أعطي الجسم ديالك أغذية طبيعية، خلي الجسم ديالك يخرج السموم عن طريق لي زورغان اللي كيليمينا من لو كور ديالنا. ألوغ هاد الشيء هذا كامل كيعطينا واحد الجسم كيرجع لوميوستازي ديالو بدون علمك كما جا المرض، وبدون علمك وبقدره من الله سبحانه وتعالى غادي يرجع الجسم للتوازن ديالو. والاخت والاخر اللي تحدث على الام ديالو هذا المشكل ديال المسران، عافاكم جربوا واحد الحاجه، بعدوا شويه على السكر، ديروا الخبز بالخميره البلديه، وداك الساعه نتمنوا ان تكون عندنا رحمه الوالدين في هذه الاشياء. نعم. وهنا على يعني ذكر القطنيه مازال كنتذكر واحد المعلومه كنت عطيتها لنا استاذ محمد الحليمي على انه الناس اللي كياخذوا القطنيه بالخبز والخبز ديال الفورس ومن بعد كيرجعوا كيلوموا القطنيه وما كيفكروش في ذاك الخبز اللي هما كياكلوا به سواء لوبيا ولا عدس او لا. فهذه المساله كذلك نخليوها دائما حاضره في الذهن ديالنا. حنا غادي نرجعوا لعندك الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه ودائما في حلقه مفتوحه اليوم في برنامجكم صحه وسلامه على مد غاديو الاذاعه القريب منكم. فاصل وراجعين خليكم. الغذاء هو ماشي فقط كيجي تلبية للشهوة ديال الأكل، وإنما هو كذلك كيجي تلبية الاحتياجات ديال الجسم باش كتقدر الأعضاء ديالو كتقوم بالوظيفة ديالها. والتغذية هي عبارة عن نظام فيه النوعية ديال الأكل اللي احنا كناخده، فيه كمية، فيه زمان وقتاش كناكله، فيه مكان كذلك فين كناكله، بالإضافة حتى الآداب ديال الأكل هي مهمة جدا كذلك، مع ضرورة استهلاك ما هو طبيعي من خضر وفاكهة وتخلي قدر الإمكان على المواد المصنعة اللي فيها ملونات، فيها مواد حافظة وبعض المرات
ما كنعرفوش حتى المصدر ديالها منين جايه. ما نساوش شرب الماء بكميات كافيه كنحتاجوها يوميا بغض النظر على الفصل اللي حنا فيه. كانت هذه فقط نصيحه اليوم، ومرحبا بتواصلكم معنا دائما على الارقام 0522 46 72 50 51 او 52، رقم 5080 مع ليكم الا تكتبوا كلمه صحه كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم في رساله قصيره اس ام اس للرقم 5080. غادي نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام دائما، وهاد المره غادي نمشيو باش ناخذوا شكون معنا على الخط هاد المره. من بعد هشام طبعا اللي كان معنا من مدينه مراكش، معنا ام عصام على الخط من مدينه اكادير. اهلا بك ام عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على هذا البرنامج. العفو مرحبا بك. انا بغيت نسول الدكتور، انا كان عندي سرطان هادي عام ونص في الحلق ديالي في لاميغدال كوش. اييه. ودرت الاشعه. المهم الحلق ديالي كان من التهب بديك الاشعه انني ما كنتش كناكل في مره، لدرجه اني كانت عندي 82 كيلو ولات عندي 57. نعم. مهم ان خاصني نشرب الماء بزاف لان الحلق ديالي كينشف ضروري الماء ضروري. ولكن ما كنتش كناكل لان الماكله كانت كتجيني باسله لدرجه انني كنت كنشرب كاس الحليب نهار كامل. لكن مؤخرا بدا شويه كنسترجع داك الذوق، ولكن كان انني عرفتي الواحد من كيكون مده ما كياكلش كيخصو غير انه بحال كيشتاق للماكله. فانني بديت كنتعطى الحلاوه، يعني كنلقى فيها، يعني بديت كنذوق شويه الحلاوه، يعني حاجه الحلوه كنبغي نمشي ناكلها. لكن دابا المشكل انني خفت من السكر، لان انا عبرت السكر لقيت عندي غرام 0.9. وبغيت الاستاذ يعطيني النوعيه ديال الماكله اللي ناكل، ان الطبيب ديالي فاش سولته قال لي كولي كلشي ما يعني ما تعجليش. ايوه ايوه هذا هو السؤال ديالي، انا بغيت نعرف شنو زعما الماكله التغذيه اللي تناسب. الحمد لله دابا بريت انني كندير درت التحاليل ديالي وكل ساعه كندير كونترول عند الطبيب ان المرض ما بقاش. الحمد لله. نعم الحمد لله. غير دابا المساله ديال التغذيه بغيت نعرف اشنو ناكل بالضبط، لان انا دابا كنميل بزاف الحاجه اللي حلوه لان كنلقى فيها شويه عرفتي المتعه ديال الاكل، انك ملي كتكون شي حاجه مزيانه ملي كتكون باسله كتهربي منها. والماء خاصني ضروري الماء، انني نجي ناكل خاصني باش نبلع خاصني الماء اولا شي حاجه سائله. واخا. وبالنسبه مثلا لك الطويجي المغربي الماكله ديالنا العاديه اللي هي طيبه لالا ام عصام، كتاكليها كتقدري تذوقيها حتى هي هذه مالحه هذه الخضراء؟ الا كانت خضراء الا كانت خضراء كناكلها، يعني ما عنديش فيها مشكل. بحال دابا خز خضر لفت خضر مطيشه البصله هذه كانت، ولكن ملي كتكون طيبه كتقص لي في الهاتي لدرجه انني كنمتنع انني ناكلها. نعم واخا. حيت مع الشوفيه اللي عندي في الحلق كتلصق ديك الماكله في الحلق ديالي لدرجه انني كنلقى الراحه في الحاجه خضراء ما طيباش. واخا واضحه ام عصام، شكرا لك تواصلتي معنا وكنتي معنا من مدينه اكادير، وان شاء الله يا ربي نتمنوا لك دوام الصحه والعافيه ان شاء الله. وحنا كنفرحوا بزاف لانه الحمد لله نموذج استاذ محمد الحلمي كيف ما قلتي مازال الناس كيظنوا على انه السرطان راه هو اخطر مرض كاين، وكاين ناس كاين اسر وللاسف استاذ محمد الحلمي انا شفتهم فما كيسميوش ما كيبغوش حتى يقولوا مثلا راه هذا السيد ولا هذه السيده مصابه بالسرطان، كيقول لك راه فيه ذاك المرض، يعني للاسف. وانتشرتي على انه راه كاين امراض اخرى اللي هي اكثر منه. الحمد لله نموذج ديال ام عصام كان فيها سرطان الحلق تشافات منه الحمد لله، كانت المتابعه مع الطبيب، دابا قال لها رجعي يعني التغذيه ديالك العاديه. المشكل اللي بقى عند ام عصام هو في الحاسه ديال الذوق، قالت هي فقط كتلقى المتعه ديالها في الحاجه اللي كتكون حلوه. فدابا هي كتسولك على الخوف ديالها من داء السكري، واش كاين احتمال على انه يبان عندها مستقبلا، زائد التغذيه اللي غتكون مفيده لها. نعم هو بالنسبة فعلا أمراض المناعية هي أخطر من السرطانات وأكدناها. غير بغيت نشير واحد مسألة، علاش الناس ما كيبغيوش يقولوا مسألة هذه الكلمة ديال السرطان؟ وهي فعلا لأن الاسم قريب من واحد العدو اللي عندنا حنا في هذه الدنيا هو الشيطان. يعني تقريبا هو الاسم قريب سرطان الشيطان، يعني نفسيا الانسان كما كيقدرش يقول هذه الكلمه هذه. وبعض المره الشيطان هو اصل السرطان، وعاده كيكون الشيطان هو اصل السرطان لما الشيطان كيخلي الانسان يمني الانسان فلا امنينهم، لما الله سبحانه وتعالى لما الشيطان قال الله سبحانه وتعالى بالنسبه للانسان فلا امنينهم
ولا امرنهم فلي تكون اذان الانعام ولا امرنهم فلي يغيرون خلق الله. تغيير خلق الله هما لي زوج جائم لي زورغانيزم تكون موديفي ولا امنيناهم معنات كنقول انا عالم عندي غرور علمي عندي مختبر نختار شي حاجه امنيه داك اللي كتكون عندك يعني كيومني هذا الشخص هذا كيولي عندك انا ناخذ جائزه نوبل وهذه الاشياء هذه وكيولي كيلعب في خلق الله وهذا الشيء اللي ولينا كنلاحظوه بعض الاغذيه معدله وراثيا يعني بلا في اللون ولا في الشكل ولا في الاشياء يعني حتى الفطره ديال الانسان لا تقبل هذه الاشياء هذه. انا بالنسبه لا 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 للمشكل ديال الاخت اولا انا اتحدث على الوقايه والعلاج. اولا السرطان هو تغيير في البنيه لان قبيله قلت انا التلخيص ديال الجسم خليه زائد دوره دمويه زائد جهاز لمفاوي. السرطان شنو هو؟ هو داك الخليه اللي هضرنا عليها تغير في البنيه والوظيفه يعني الوظيفه ديالها هي اوتوماتيكمون ما تغير البنيه تغير الوظيفه. البنيه ديال الخليه كتغير علاش؟ لان التركيبه ديال الخليه كتغير كيدخلوا مواد اللي هي اكسده في جسم الانسان وسموم كتبدل لنا الخبر الوراثي القواعد الازوتيه الادينين غوانين سيتوزين تيمين كتبدل القواعد الازوتيه كتبدل التركيبه ديال البروتين وكيولي عندنا واحد العضو اللي فيه واحد ميتيبليكاسيون اللي هي انورمال ديال الخليه. الو تغيرت البنيه اكيد الوظيفه تتغير. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان داك الغاليه داك الخليه ما غادي تغير الوظيفه ديالها حتى غيكون واحد ارهاق في الجهاز اللمفاوي اللي ما كيخرجش السموم. الوغ باش غنخرجوا بالخلاصه من هاد الصوره هو ان الوقايه خاص الانسان يرد البال للجهاز اللمفاوي ديالو والعلاج خاص الانسان يرد البال للجهاز اللمفاوي ديالو. الوغ الا كانت وقايه خاص يكون نظام غذائي جيد، كان علاج خاص يكون نظام غذائي جيد. مرضى السرطان هما المرضى بحال المرضى العاديين ممنوع الخليه ديال الانسان راه ما تبرمجاتش باش تاخذ مضافات غذائيه، ما تبرمجاتش باش تاخذ مقليات، ما تبرمجاتش باش تاخذ هذه المواد المحفزه دابا، وما تبرمجاتش باش تاخذ الخليه مبرمجه لان احنا لا نعيش على ما ناكل. هذا الشيء اللي بغيت انا المستمعين يعرفوه يحفظوا هذه الاشياء. نحن نعيش على ما نمتص وعفاكم راه الامتصاص كتعطيو دي ميتولوغ يعني عندنا دي ميتولوغ في الجسم ديالنا، عندنا معادن ثقيله، وهاد المعادن الثقيله بحال مثلا الكادميوم والالمنيوم والرصاص معروف انه في الامعاء كيسبق الحديد وكيسبق الكالسيوم وكيسبق الفوسفور وكيسبق هاد المعادن اللي هي جيده، وبالتالي كيولي عندنا السرطان. الوغ لا الوقايه ولا العلاج، الناس اللي عندهم السرطان، الناس اللي كيديروا الشيميوثيرابي، والناس اللي كيديروا الراديوثيرابي وباقي كياكل مقليات وحلويات، هذا جسم الجهاز اللمفاوي ديالو ما عندوش راحه، اكيد ما غاديش يكون عندك واحد النتيجه، لان بعض الناس لما كنجيو نتحدثوا على هذه الاشياء، لما كنشوف انا بعض الاسف للاسف بعض الناس كيتحدثوا على المجال ديال التغذيه كيقول جو بونس، ما خصكش في العلم لا ما كايناش اظن، ما كايناش اظن في العلم، العلم كاينه واحد زائد واحد كيساوي جوج، باش نجي انا للمريض ونقول له انا جو بونس هذيك الغذاء خصك تحيده، واش انسان حداك وكتقول له انا اظن. ما كاينش هذا المصطلح في العلم، وبالتالي عفاكم النظام الغذائي بالنسبه للمرضى مرضى السرطان ماشي ضروري انهم يمشيو يعني فلسفه الغذاء، يجب ان يكون علم الغذاء، وحنايا والناس جدودنا كيعرفوا ياكلوا قبل ما يجيو اخصائيين التغذيه، وقبل ما يجي المختبر، وقبل ما يجيو هذه الاشياء هذه، وبالتالي عفاكم مرضى السرطان والناس اللي بغاو يشميوا راسهم من السرطان، مضادات الاكسده ثم مضادات الاكسده ثم مضادات الاكسده، علاش؟ لان جسمك فيه اكسده. خاص تكون مضادات الاكسده، زائد كتكون الراديوثيرابي والشيميوثيرابي، خاص الجسم ديالك ما تدخلوش مواد مصنعه، خاص يكون ما يكون اغذيه نباتيه، كل بقوله ما فيها باس، كل قطاني ما فيها باس، كل وتكون الخميره البلديه، ويكون القمح الكامل، ويكون السمك، ونبعدوا على ما هو مصنع بالنسبه للناس اللي عندهم السرطان، وبالنسبه للناس اللي بغاو يحميوا راسهم من السرطان. الماء حاجه باينه، قالت الاخت انها كتاخذ الماء، جيد انها تاخذ الماء، القطره حتى على الماده يعني توسكي كخي يعني الحاجه اللي ما كنقولوا حنا بالدارجه مازال خضراء، علاش؟ لان اللون حنا كنقولوا مازال خضراء، علاش كنقولوا ديما كنقولوا خضراء؟ لا علاقه باللون، ولكن عندها علاقه باللون، علاش؟ لان الاخضر هو اللون وهو الغذاء اللي مبرمج عليه الانسان من نهار، لان الطفل لما يفطم الطفل على الحليب، علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى عنده البديل، البديل هو النظام اللي راه يقدر الانسان ما ياخذش الحليب طول العمر ديالو، هذا الشيء كيكون عند مثلا البقر العجل ديال البقر، لما كيكون الفطم وكياخذ الحليب ديالو كيسالي
ما كيعاودش ياخذ الحليب كيولي نباتي وبورتون كيكون العظم ديالو عظم جيد. وبالتالي عافاكم خليونا من الاعتبارات الاخرى، خلينا في النظام الغذائي الطبيعي ومرضى السرطان للوقايه وللعلاج نظام غذائي طبيعي، نظام جدودنا رجعوا الخميره البلديه، نقصوا شويه السكر، نقصوا الملحه، اعطي الجسم ديالك، اعطي الجهاز اللمفاوي ديالك يخرج السموم، لان عندك في الجسم في السموم ديالك زائد الشيميوثيرابي والراديوثيرابي كتشوي السموم اكثر باش ما تكونش عندك اكسده. واكيد بالنسبه للسرطان ماشي شي حاجه اللي الانسان خاصو يخاف منها بهذا درجة، إلا كان النظام الغذائي ديالو معدل وعفاكم الجانب النفسي يشتغلوا عليه أكيد غادي تكون عندنا حياة يومية عادية جدا. نعم نمشوا من بعد أم عصام من أكادير نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام، وهذه المرة غادي نمشوا باش نتواصلوا مع مريم على الخط من ورزازات. أهلا بك مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. دايرة الدكتور لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك. عافاك دكتور، أنا غنسولك على التغذية ديالي وديال الولد ديالي. بالنسبه للماء حيت تيكون الحال بارد هنا بزاف، عندي تندير فيه عريش الأزير وكنشربوه حيت الولد ما كيبغيش يشرب ليا بزاف الماء. الولد شحال في العمر ديالو مريم؟ عنده 4 شهور و4 سنين وشهر. 4 سنين وشهر. حتى انا بالنسبه ليا مع الحال بارد بزاف ما كنقدرش نشرب الماء. اييه بحال كتنسميه بهذاك أزير. كنسمو كنديرو في القرعه وكندير عليه الماء كنشربوه طول النهار. واخا كذلك بالنسبه للتغذيه ديالنا حنا في المغرب يعني أبنية ما كنزيدوش شي حاجه اللي هي خارجه على التغذيه ديالنا المغربيه. حتى انا في الفطور ندير اتاي وخلي وليد صغير ما كيبغيش يشرب ليا الحليب بزاف كل مره. كنعطيه نص كاس اتاي مع زيت البلديه والخبز. بطبيعه الحال الخبز كنطيبوه على العواد. ايه ثم في الغداء كنعطيه المهم كويزين كيجمعنا كاملين على الغداء، فيه كاع الخضيره، فيه بطاطا، فيه خيزو، فيه بحال هذا دابا كاين الفول، كندير فيه الفول، كندير فيه قريعه، المهم جميع الخضر اللي متوفره عندي. ثم في هذا في الكاسكروت كناخذ شويه اتاي مع الخبز مع الزبيده مع المهم شي حاجه هكا بلديه قلت لكم 100% مغربيه ماشي زعما ماشي. وفي العشاء في العشاء بحال هكا كناخذوا شويه عصيده ولا طويجين ميت خفيف ولا المهم هذه هي التغذيه ديالو. وغادي نسول الدكتور عافاك. وقل لي مريم الحاله ديال العائله ديالك الوليد الزوج ديالك انت هي الحمد لله اشنو كتلاحظي على الحاله الصحيه؟ حنا الوليد ديالي فاش ديته مره وحده عند الطبيب كان يقعد مريض في سنان سخانه وداك الشيء وقال لي راه غير عادي حيت دابا تيخرجوا لي سنينات راه شي حاجه طبيعيه ماشي حاجه. الحمد لله حتى انا الحمد لله ما الحمد لله الصحه ديالي مزيانه الحمد لله تبارك الله عليك مريم. كناخذ حبوب منع الحمل. اييه كناخذهاش والزوج ديالي تا هو بصحه جيده الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك مريم كنتي معنا من ورزازات. العفو. شكرا لك. شكرا لك مريم. حنا ان شاء الله غادي نرجعوا ومازال غادي نوصلوا لقاءنا مع الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه وان شاء الله نجاوبوا على تساؤلاتكم في الحلقه ديال اليوم. هي حلقه مفتوحه معكم من خلال برنامجكم صحه وسلامه. فاصل اعلان ونرجع لكم ما تمشيو فين. على مدى غدوة إذاعة القريبة منكم حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة وهي حلقة مفتوحة مع الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. مرحبا بكل تساؤلاتكم على الأرقام 0522 46 72 50 51 أو 52. ما تنسوش كذلك الرقم 5080 في رسالة قصيرة SMS كتبوا كلمة صحة خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. أستاذ الحليمي غادي نرجعوا للسؤال ديال مريم من ورزازات. هي كانت بغات الرأي ديالك قالت على أنه عنده وليد في العمر ديالو 4 سنين وهي كذلك كنعرفوا على انه الماء ما فيش لون ما فيش حتى المذاق ما عندوش طعم. نعم. فهي قالت داك الطعم اللي في الماء ما كتحش به ما كيعجبهاش شنو كدير؟ لقات راحتها في ديك العشبه ديال الازير اللي كترقدها في الماء وبحال كتنسمو وديك الساعه كتشرب. نعم. داك الماء هي والوليد ديالها. فبغيت نسولك واش الطريقه صحيه ولا لا؟ نعم هو بالنسبه للاستعمال الاعشاب واذا كانت اعشاب حيت اعشاب صحيه خاصه تكون اولا ما يكونش ما تكون تكون نجيبوها من مصدر موثوق. واخا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انك ومشكوره استاذ عفاف لان السؤال اللي طرحتي عليها هو اللي كنت غنطرحها ليها انا يعني لان انا عارف الجواب ولكن بغيت المستمعين يسمعوا الجواب لان الجواب هو ان السيده نظام غذائي جيد صحه جيده يعني مسائل سهل ممتنع مسائل بسيطه جدا. ونعم الحمد لله الا سمحتي استاذ الحليمي قالت حتى الوليد دابا في عمر ديالو 4 سنين مره وحده اللي كان مرض خداته للطبيب وقال لها مساله عاديه هو السنينات فطلعت له الحراره فقالت انه الصحه الحمد لله ديالو مزيان لا هي لا الزوج ديالها. نعم هذا دليل
قاطع على ان بالنظام الغذائي ممكن نسلكوا الطريق الصحيح، لان اغلب الناس بالنظام الغذائي ديالهم ما غاديينش الطريق الصحيح وللاسف غادي يمشيو للمشاكل. اللي بغيت انا ناكد هو ان ما نخليوش بعض الاقليات يفرضوا علينا النظام الغذائي ديالنا، لان كاين بعض الاقليات كيطلبوا شي حوايج كتولي هي اللي كاينه في السوق، ما كاينش البديل. عافاكم حنا الشعب كنبغيو التقاليد الغذائيه المغربيه، واللي بغى يدير لنا شي حاجه يدير لنا في اتجاه التقاليد الغذائيه المغربيه، لا 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 بالنسبه للبرامج ولا بالنسبه للبرامج الكامله. خاصنا عافاكم نفالوريزيو النظام الغذائي ديالنا باش نحافظوا على الصحه ديال هاد ابناء الوطن اللي هما لانهما هما الجيل ديال غدا. وبالتالي النظام الغذائي ديال الاخت هو نظام جيد بالنسبه على العموم. مساله اضافه هاد اليزير وهاد الاعشاب، للاسف هو الاعشاب بشكل يومي، اي واحد كياخذ اعشاب بشكل يومي غادي يمشي غادي يدير لي ترونزاميناز ديال الكبد غيلقاهم طالعين. وبالتالي الماء يبقى ماء، لان لما كنزيدوا عليه هاد المواد هذه كنزيدوا عليه بعض الاشياء ما كيبقاش تعريف كماء. وبالتالي ان مثلا الشاي هو 99.9 ماء، وبالتالي ما كيبقى سميتو ماء، يعني كذلك هذا غادي نسميوه مشروب ديال اليازير ماشي ماء. خليو عافاكم الماء، الا بغاو ناخذوا المشروب الترفيهي يكون مشروب ترفيهي، ولكن غالبيه الاحيان مين نقولوا غنشربوا الماء غادي نشربوا الماء بيور خالص بعيد عن هذه الاعتبارات هذه. الا بغات مره دير هذه الاشياء الوقت ديرها ماشي مشكل، ولكن باش ما يكونش عندنا الخلل التوازن نبقاو في التوازن. تاخذ الماء يكون عندها مثلا كنا هضرنا في حلقه ديال الماء، الانسان يبغى يعرف شحال يشرب، اي الوزن ديالو يقسمه على 8، العدد اللي غيعطيه هو عدد ديال الكيسان اللي غيشرب. وعافاكم راه تبريد الجسم ليس بتبريد فيزيائي، هو تبريد فيزيولوجي كيميائي، معناته ان خاصك تشرب الماء سواء في الصيف سواء في الشتاء. فهاد المرحلة ديال دابا خاص الانسان يشرب الماء. وعافاكم راه الاعتداء على النفس لما كتاخذ كاس وجوج كيسان في النهار، هذا كنسميه انايا يعني انتحار. نعم نمشيو لبعض من رسائل الاس ام اس اللي سمحتي استاذ الحليمي، دائما الوقت معك كيمر بسرعه، كنقول سرع من سريعه. فمعنا اس ام اس من عند مستمعه كتقول لك الله يخليك استاذ الحليمي، عندي زوج ديال الوليدات بزوجهم تصابوا بالحساسيه، دارت لهم داك التيست يعني التشخيص كان انه عندهم حساسيه ديال القرديات اللي عندها علاقه بالغبره، فنصحوها الناس على انه تبدا دير الشحمه ديال جمل في داك الطويجين يعني بداو ياكلوها. فكتسولك واش ممكن تدخل الوليدات في العمر ديالهم 7 سنين، واحد في العمر ديالو 7 سنين واحد 9 سنين، واش ممكن تدخل لهم الشحمه ديال الجمل في داك الطويجين في النظام ديالهم الغذائي ويبداو ياكلوها؟ لا هذه اعتبارات خاطئه، اعتبارات غير موجوده. اللي كيعطي النصائح في هذا الاتجاه الله يرحم الوالدين كنقولوا له عافاكم بعدوا على هذه الاشياء هذه، لا وجود لغذاء كيداوي واحد الحاجه. الوغ الناس اللي عندهم الحساسيه بجميع الانواع خاص يكون كما قلنا خليه، مثلا الخليه والدم، الدم ما خاصش يكون فيه حموضه، الخليه خاصك تعطيها طاقه نظيفه، والجهاز اللمفاوي خاصو يكون كيخرج يعني الرئتين والكليتين والجلد والامعاء، يعني الانسان ما خاصوش تكون عنده كونسيباسيون، ما خاصش خاص ياخذ اكسجين يكون اكسجين نقي ويدير شي شويه ديال الحركه، خاصو الكليتين ديالو يشرب الماء مزيان ويعطيهم نظام غذائي ما يكونش فيه بروتينات عاليه، وخاصو يكون بالنسبه للجلد يكون جلد نظافه، ويكون هناك واحد اغذيه اللي غتفيدنا لهذا العضو. اما الاعتبارات ديال هذه الاشياء هذه وصفات، هذه مواد دسمه يشتغلوا عليها بعض الاخوان سواء كانوا العاديين او لبعض الناس في المواقع الالكترونيه ديالهم. عافاكم بعدوا على هذه الاشياء هذه، ما محتاجينش حنا لهذا الشيء هذا، محتاجين فقط نصيحه واحده، النظام الغذائي المغربي القديم، النظام الغذائي العادي الطبيعي بدون فلسفه وبدون هذه الاعتبارات هذه. كنقول انا يا المغاربه عافاكم رجعوا النظام الغذائي ديالكم هو الوقايه هو العلاج، اون فان كونت غادي يكون هو العلاج في المستقبل. الغذاء هو العلاج، وتذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقاية خير من العلاج. وواش مبروك على المغاربة وعلى عائلة ميد راديو إن شاء الله. يا رب شكرا لك، أنت واحد من عائلة ميد راديو أكيد أستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، فإن شاء الله كنتمنوا لك دوام الصحة والعافية، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف ألف خير. موعدنا معك إن شاء الله غادي يكون الأسبوع المقبل يوم الإثنين إن شاء الله في موضوع جديد، هو موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم من خلال برنامجكم صحة وسلامة. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون وفاء فايز اللي رفقتني في الإخراج، وسميحة كانت في استقبال مكالمتكم. يوم جمعة مبارك وصبيحة سعيدة، إلى اللقاء.